صباح الخير دكتور. صباح الخير استاذ كلارا لحضرتك والصديق استاذ فيصل والمشاهدين الكرام. سؤال، البعض يتحدث عن دستورية هذه الجلسة، جلسة مجلس الوزراء، يتحدثون عن الميثاقية المرتبطة بالمسيحيين، ولكن الوزراء المسيحيين موجودين في الجلسة، ولكن إلى أي مدى هناك دستورية لهذه الجلسة التي تتحدث تحديدا في ملف الكهرباء، ووزير الطاقة المسؤول عن هذا الملف ليس موجودا ولا يوقع حتى الآن؟ هلا من الثابت استاذ كلارا على ان الحكومه الحاليه وعملها باحكام الماده 69 من الدستور هي حكومه مستقيله وتصرف الاعمال بالمعنى الضيق عملا باحكام الفقره الثانيه من الماده 64 من الدستور، ولكن عباره المعنى الضيق لتصريف الاعمال لا يعني على الاطلاق انه يجب ان مبدئيا تستنكف عن معالجه القضايا الطارئه والملحه والتي يمكن ان تطرا في البلاد ويمكن أن تشكل أزمة يفترض على الحكومة أن تجتمع بها، ولكن شرط أن تكون البنود والمدرجة على أي جدول أعمال تتسم بالضرورة والإلحاح، ولا يمكن أن تشكل مبدئيا هذه الجلسة أو هذه البنود جسر عبور أو جواز مرور لبنود لا تتسم على الإطلاق لا بالصحة ولا ضمن إطار ما يسمى العجلة أو الضرورة القصوى كما هو مطلوب. هلا أما المادة 65 من الدستور نصت معطوفة على المادة 10 من أحكام النظام الداخلي أنه لا يحتمل نصاب الجلسات ما لم يتوافر نصاب ثلثي أعضاء المجلس. بالتالي اليوم غياب معالي وزير الطاقة لا يمكن أن يقدم أو يؤخر، كون مبدئيا الجلسه تعتبر دستوريه مجرد تامين نصاب الثلثين بغض النظر عن هويه الوزير او الحقيبه التي يتولاها. اما لجهه اثر غياب معالي وزير الطاقه فذلك يمكن رئيس الحكومه اذا رغب استبعاد البت بالبنود العائده لهذه الوزاره او لهذا الوزير الى جلسه اخرى، ذلك كون الماده 13 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2552 تنص صراحة على آلية إقرار جدول الأعمال بأن يتلو أمين عام مجلس الوزراء مشروع المرسوم ثم يعطى الكلام إلى وزير المعني من أجل أن يشرح هذا المشروع وأن يدافع عنه من بعده الباقي الوزراء طالبي الكلام ثم التصويت والإقرار، وبالتالي يحق لرئيس الحكومة وبحال عدم حضور معالي وزير الطاقة إذا رغب مع غياب الوزير إرجاء البت بالبنود العائدة. ولكن كما هي الحال الآن هي أصل إذا الدعوة بطت أصل الدعوة هي عشان هي هذا الموضوع. إذا بت بهذا الموضوع بالكهرباء رئيس الحكومة سيتخطى هذا الموضوع وسيبت بالبنود بوجود وزير الطاقة أو بعدم وجوده. بهذه الحال هناك أمر يبت وترسل القرارات لتوقيعها بالمكتب مثل ما عم ينحكى بطريقة المراسيم الجوالة. لنكن واضحين استاذ كلارا، الأهم من الحضور من عدمه هو موضوع توقيع المرسوم الذي سيصدره مجلس الوزراء ترجمة لهذه المقررات. فالمادة 28 من النظام الداخلي ألزمت الوزير المختص بتوقيع المرسوم، كون تمنع الوزير عن التوقيع يعرض المرسوم للإبطال، سيما وأن توقيع الوزير المختص هي معاملة جوهرية وليس شكلية سندا لقرارات شورى الدولة، أهم القرار تاريخ 16/11/1995، ولا يمكن الركون إلى الوزير الوكيل كما يشاع ويقال. كون ولإعمال الوكالة بين الوزراء شروط منصوص عنا في قرار شورى الدولة رقم 81/96 بكملوا القصة وهي الغياب الطويل وضرورة توقيع المرسوم. هلا مما يفيد أن الوزير فياض إذا تخلف عن الحضور هذه الجلسة وهو تخلف فهذا شأنه، أما مبدئيا تخلفه عن توقيع المرسوم سيرتب مبدئيا قواعد معينة أهمها نقض قاعدة التضامن الوزاري والمنصوص عنا في المادة 28 من النظام، وسيجعل من وزير الطاقة مصادرا لقرارات مجلس الوزراء، وهذا الأمر غير المباح وهذا الأمر الممنوع، وسيعرض نفسه أيضا مبدئيا معالي الوزير بحال ذهب بهذا الاتجاه
إلى المساءلة بجرم الإخلال بالواجبات المنصوص عليها والمترتبة بذمته سندا لأحكام المادة 70 من نعم. أنا بشكرك على رأيك الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك الخبير الدستوري، شكرا لك.